جدا. لا حبيت زعما تكسر ليماج هذيا نتاع حبوا بالعكس ده جامد شديد قوي. اهم هدف عندك في المستقبل؟ اهم هدف في المستقبل انه ولدي يكون فيغ دو موا. تعرف تتحكم في المشاعر نتاعك؟ ساعات اي ساعات لا. اكبر نقطة ضعف عندك؟ نقطة ضعف حنيتي. هكا يولي لسنا سؤال واحد حنيتي ديما خدمين هذيك حنيتي بهوى. اي عبد يبدا يعمل حاجه باهيه جونتي اكثر من اللازم معناها. لا انا مانيش جونتي اما بصراحه مانيش جونتي اما كي عبد يعمل معايا حاجه باهيه تنجم نقول انا ما نتغلب بالبهوى. هاكا فهمتوا كيفاش تنجموا تعرفوا نقطه ضعف يا جماعه.